انا ولد المنطقه وحضرت الزنزال وجبت جوتات بيديا اللي هما من عائلتي ومن دمي. جبت جوتات ونقدت ارواح ودبحت الضروبات اللي هما مهرسين. هذا اللي كيهضر معاكم دابا راه دبح ضروبات، اقسم بالله الا دبح الضروبات بوحدي تحت داك الدمار وداك سميتو دبحت الضروبات بوحدي وسلختهم بوحدي باش نعتق دوك الناس باش يلقاو ما ياكلو. ومشيت دخلت الديور اللي هي ترابت وجبت منهم خناجي ديال الطحين باش نعطي لدوك الناس ما ياكلو بما تجي الاغاثه. انا راه من ديك اللحظه وانا كنجري وكنجاري على حق هاد الناس وبغيت الحق يتحقق. الله يجازيكم بخير. هنا راه ما كنهضرش بصفتي واحد، انا راه كنهضر هنايا بصفتي كالناس دايرين ليا وكاله بانه نهضر معاهم. ها هي انجليزيه وكالات، وهنايا اللوائح ديال غير المستفيدين، ها هي بالكاشني ديال الجمعيات، راه هادشي كامل مجموع هنايا والادله هما كاينين. الله يجازيكم بخير. انا راه ما كنهضر كشخص، هنايا كنهضر بصفت اقليم الحوز وبصفت دوك الناس اللي هما من كوبي اللي ما عندهم لا طرقان اللي ما عندهم لا سبيطارات اللي هما منسيين قبل الزنزال وبعد الزنزال. دابا راه ما نقدروش نسكتوا على هادشي. انا كولد المنطقه ما نقدرش نسكت على هادشي. الا بغاوني نسكت يديوني للحبس، هكا يديوني للحبس يتهناو مني وما غاديش نسكت على هاد الباطل اللي هما الناس توفوا ليهم ولادهم وتوفات ليهم عائلتهم وما استافدوش. وكاينين الناس اللي هما ما كيستحقوش ما ساكنينش كاع واستافدوا حيت باك صاحبي ولا ما نعرفش شنو داك الشيء، رئيس الجماعه وداك رؤساء الجماعات ودوك المنتخبين. حنا دابا هنايا بغينا من داك الشيء اللي قال جلالة الملك نصره الله وأيده الله يحفظه الله يبارك ليه في صحته، داك الشيء اللي قال يطبق أمام الواقع نشوفوه بعينينا، ماشي بقاو يقولوا في التواصل الإعلامي يقولوا راه صافي الناس استافدوا الناس راه كلها هي هذيك راه الناس ما بغاوش يكريو. الناس إلا ما بغاتش تمشي تكري عندها جنانها تما، عندها البهيم ديالها، فين غتمشي وتخليهم؟ واش كاينه شي بلاصه اللي قريبه ليهم تما يكريو فيها؟ فين غيمشيو هاد الناس؟ فين غيمشيو هاد الناس؟ فين غتجري عليهم؟ وكاينين الناس اللي هما رحلوا من الدوار ومشاو لدوار اخر، ما عندهمش الطريق، ما عندهمش الطريق اللي باش يوصلوا داك السيما وداك الحديد وداك الياجور يوصلوا للدوار، ما عندهمش الطريق باش يوصلوا للدوار. كيقول لهم كيتزع لهم باش يرحلوا من الدوار. الدوار كاينين الدواور اللي هما الدواوير ديال تيفني اللي كيوعدوهم رؤساء الجماعات باش يدوزوا لهم طريق سنين هادي ومازال ما دازش الطريق ولحد الان. وهذا الشيء راه كاين، كنهضر على شي حاجه اللي كاينه اللي انا عايشها اللي هي ضراتني في خاطري وكنتمنى من المغاربه كما تضامنوا معنا الله يجازيهم بخير، راه داروا الخير فينا الله يجازيهم بخير. الله اللي كيجازي اي واحد دار شي عمل خيري. الله يرحم الوالدين كنجازيهم على المبادره اللي داروها، وكنشكر سيدنا اللي هو حتى هو تدخل وعطانا حقنا ومازال ما شفناش امام الواقع. كاين اللي استافد، ماشي ما كنقولش ما كاينش اللي مستافد، كاين اللي استافد، ولكن كاينين شي وحدين اللي ما كيستحقوش واستافدوا، وكاينين شي وحدين اللي هما مات ولادهم والسيد كنعرفو مات ليه مراته وولادو وكلشي، مشات ليه حياه باطله وما عنده حتى باش يعيد. دابا حاليا ما عندوش باش يعيد، قسما بالله الا كاين الاسر قسما بالله اللي ما كاينش باش يعيدوا. علاش هادشي؟ علاش الناس غتبقى حتى ليله هكا؟ راه دابا دازت علينا الشتا كدش كيطيح في البلاد، الحمد لله ملي ما طاحش هاد العام، ولكن كان البرد القارس كتلقى الماء جامد في الطاسي الا خليتيه كتلقى الزيت بلديه جامده. علاش هادشي؟ ودابا حاليا كيعانوا دابا من الصاد منهم السماء. كيفاش القيطون اللي هو ميكا 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 دخل ليه في وسط النار والشمس حاره فوق منك، كيفاش غتدخل ليه؟ كيفاش غتبقى فيه؟ كيفاش غتدوز فيه النهار وما عندك فين تمشي لا انت لا ولادك؟ وكيفاش دوك العيالات اللي هما حاملين اللي هما غيولدوا في دوك الكياط كيفاش غيعانوا؟ كيفاش ديك التربيه غتعاني؟ والطريق ما كايناش من ويركان حتى لتيزي انتس 70 كيلومتر ما كايناش مازال ما دازش. علاش؟ هادي سنين ديك الطريق سبعه ما دازش. علاش؟ وكاينين الطرقان اللي هما خرجوا في 2011 فينا هما ما شفناهمش.
اعلنوا بها بانه الطريقه راه خرجت لها الميزانيه قد وقد بحال ديال الدوار ديالي ديال تدفال في 2011 خرجت لها 500 مليون باش ديك الطريق توزع باش ديك دوز بالمواصفات ديالها فينا هي فينا هي في 2011 لحد الان ديك الطريق باقا هي ما يدوزش منها كاميون كدوز منها جوج رواي طوموبيله صغيره فين يتكروز الحديد راه ما كاينش فين يتكروز الحديد راه ما كاينش وهذا الشيء راه هدرت معاه فين هما وهذه راه سيفت على السيد العامل فتح النوت هذه هذا الشيء قبل ما نوصل عندكم هذا الشيء راه كنجري من شحال هذه سيفت على العماله وكشنو فيها باش يرفعوا من الناس ديال اللي هما سميتو هادي وكاينين اللي عطيتهم للسي عزيز اخنوش اللي هو رئيس الحكومه ها هي فداك المؤتمر اللي كان في مراكش اللي داز في مراكش راه كنت حاضر في داك المؤتمر وعطيتو هاد الوثيقه هادي باش يديوها فينا ولكن لحد الان مازال ما شفنا والو لحد الان انا مازال ما شفت والو من غلتش دابا انا المن راه ما خليت ما درت اقسم بالله الا ما خليت ما درت راه ديك البلاد بغيتها تنمى بغيت دوك الناس ما يبقاوش سعايا ديك الناس اللي منطقة تما ما بغيتهمش يبقاو يجيبوا لهم القفا يدوزوا لهم الطريق ويدوزوا ويوفروا لهم كل شيء راه ديك منطقة سياحية غادي نخدموا على ريوسنا ما نحتاجش شي واحد يعطينا مازال الا غير وفروا لنا داكشي اللي بغينا راه ما نحتاجش شي واحد يعطينا ما بغيناش يعطينا شي واحد يوفر لنا السبيطار ويوفر لنا الطريق ويوفر لنا كل شيء راه حنا غنخدموا السياح تما حنا كولاد المنطقة غنخدمو بلادنا ما غنتسناش من الحكومة تعطينا مازال شي حاجة تعطينا غير هادشي اللي عطانا زيدنا فينا هو فينا هو هادشي اللي عطانا زيدنا بغينا نعرفو فينا هو فينا هو هادشي راه كيمرض والله إلا هادشي كيمرض راه ما عرفتش شنو غندير أنا راه تقاتلت حتى عييت ما خليت حتى باب دقيتو ما خليت حتى الحزب المغربي الحر سي اسحاق شارية عيط لينا حتى هو انا اللي عيط لي ماشي هو اللي عيط لي انا اللي عيط لي وقال لي جي الا بغيتي تهضر على حقك انا جيت دابا باش نهضر على حقي وعلى حق هذوك الناس وعلى حق هاد الناس اللي انا كنمثل راه بزاف ديال اللوائح هنايا هما بزاف ديال اللوائح بالكاشني ديال الجمعيات بكلشي ها هو ها انت بزاف ديال اللوائح هنايا ديال الناس الغير مستفيده علاش هاد الناس ما كيستحقوش حقهم في هاد البلاد علاش بغينا شي لجنه تخرج من هاد من من من, من هاد المدينه من الرباط دوز لا سميتو دوك المناطق المنكوبه ويتحصاو دوك الناس من جديد دوك الناس اللي باقي ما مستافدينش وكيستحقوا يتحصوا من جديد ويستحقوا بغيناهم يستافدوا كيستحقوا الاستفاده وكاينين الناس اللي هما شكون اللي غيتحمل المسؤوليه ديال هذوك الناس اللي هما تحرقوا في الخيام فاش وقع السيركوي ديال الضو في دوار الحنين في دوار الحنين شكون اللي غيتحمل المسؤوليه ديال هذوك الناس مشاو ليهم نعاجهم مشاو ليهم فلوسهم اللي هما استافدوا من الدعم ديال الزنزال داك الشيء الوثائق ديالهم الرسم ديال النكاح كلشي مشى ليهم في ديك الفاجعه اللي وقعت عاوتاني كلشي مشى ليهم دوك الناس شكون اللي غيوفر لهم عاوتاني ديك جوج المليون اللي كانوا خداو وشكون اللي غيشوفهم مازال راه حتى واحد ما غيشوفهم راه هاد الناس راه يا ربي غير يعطيو يكملوا لينا حقنا راه باش يشوفوا في حاله دوك الناس اللي هما في الخيام راه محال واش يشوفوها كنطلبوا من جلاله الملك الله ينصرو يجي يشوف من حال هذوك الناس واعاده النظر في هذا المشكل هذا راه حنا ما تيقل مازال لا في الحكومه لا في حتى جوا بغينا جلاله الملك هو يصيفط لينا شي لجنه خاصه وتقوم لينا بالواجب ديالنا وراه هادشي راه مرضي صراحه